لمحطة جديدة، وهي فيلم موعد مع الرئيس عام 1990. خلينا نحضر هالمشهد. مدام، أنا عاوز أكلمك في موضوع مهم. أنت الأخ والحبيب والصديق، يبقى عايز إيه أكتر من كده؟ الزوج. فيلم موعد مع الرئيس كان مكتوب لفاتن حمامة، كيف صار من بطولة إلهام شاهين؟ نصيب. يمكن أستاذة فاتن اعتذرت والمخرج فكر فيها، وكان طبعا المفروض يبقى في سن مختلف خالص، يعني إن واحدة ليها تاريخ سياسي طويل وعضوة مجلس شعب مهمة، وهذا التاريخ السياسي له احترامه، وكل المجلس بيعمل لها حساب، والرئيس كمان بيعمل لها حساب. يعني هي طالبة موعد مع رئيس وهو مهتم كتير إنه يقابلها، لأنه عارف إنه هي يعني من أهم عضوات البرلمان. فطبعا لما جابوني حاولوا يعملوا بالمكياج إنه يكبروني، أنا كان عمري في العشرينات يعني، فعشان يكون عندي تاريخ سياسي طويل. وأبدعتي وقتها بالدور. طب وإذا اليوم طلبت منك إنه عندك موعد مع قائد عربي معين وبدك تطلبي منه أو تتعلمي من حنكته ومسيرته، مين بتختاري؟ مثلا بين الرئيس السوري بشار الأسد أو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ أنا قابلت أوريدي الرئيس بشار الأسد، وعقلية شو تعلمت؟ رائعة أكيد. لا، هو شخص وطني جدا، بحب بلده قوي، اتحمل كتير يعني، صبور 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 إلى أقصى درجة. محمد بن سلمان أنا معجبة بيه جدا لقوته، يعني القرارات قرارات ثورية، تنسف ما قبلها، مش تمحي ما قبلها، تنسف. فكتير عنده شخصية قوية، مبسوطة قوي بالتغيير اللي حصل في السعودية، ما كانش ممكن يحصل بسهولة، خيالنا ما كانش أبدا يصور لنا إن ممكن توصل لهذا التطور. فأنا بقول له برافو 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 برافو.